راح نسألك سؤال دير ونعاقبك إذا ما جاوبت. يلا أوكي. تصريح؟ إن شاء الله. جدا؟ شوف حتى أكون واقعي وياك. أكو إيه؟ أمور. على مود ما أسأل السؤال الأول. لا 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 بالعكس اسأل. أوكي ماكو مشكلة. زين. بس إذا الأمر ما راح يصب بمصلحة المتابعين أو بالأحرى المجتمع اللي عندنا. احتمال اقول لك لا تعذر ما يعني ما راح يفيدهم شيء. زين لا لا هي أوكي. اسئله ممكن شويه تكون خاصه. لا لا اوكي. انطيني اول اسم بنيه حبيتها. اول اسم اول بنيه حبيتها. راح يقول. لا لا اوكي طبعا اكيد. بالجامعه ولا شيء. لا 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 مو بالجامعه احكي لك اني يمكن كنت طفوله يعني ايام الطفوله والهذا. بس اسم لا تعطينا اسم ابوها. لا 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 مو بس اسمها بس خلي اتذكر الاسم. طلعت ما حبيت هذايك. اي لا 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 تعرفين؟ يعني صف ثاني متوسط يمكن هيك شيء اني يعني ما قايل لك على هذا الموضوع؟ لا يقول لا لا احكي يقول عندي تجارب هوايه كان عندي أنعام. تجارب انعام انعام اي انعام اتذكر هيك شيء اساسا معلمة انعام مو ايوه تدري شنو؟ يعني انا اصلا كنت طالب بالغربيه إذا تذكرون الغربية المدرسة الغربية المتوسطة يعني هيجي كيوت وهذا زين. السؤال الثاني يقول شنو الشيء اللي بصوت طيبة ما حلو وتحب إنه تغيره أو تقولها غيريه إذا يتغير بعد يكتمل الحلو كل المشكلة بالموضوع يعني والله أمانة الله أنت قلت لي أنا ما أقصد الشكل لأن ما شاء الله لا 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 أعوذ بالله من الفخ أكيد يعني بس ممكن بالتصرف هدية ربي إلي الحمد أكيد لله تكون او المشكله هنا لانه هديه ربي مستحيل تكون بيها فد شيء يعني لا بس عندك فاللي يحب مو المشكله انه اللي يحب ما يقدر يشوف فد خطا يعني عندك شغله دائما تقول يا ريت لو تغيريها اي شنو هي ريت نعرف عصبيه عصبيه اي اي بس هي اعصاب بس هذا الموضوع اني احاول ابرد الموضوع اني بالمناسبه اني مو بارد لا بس تدري شنو الناس اللي احبهم احب يعني هذا بقوالب ثلج على نفسي وما بينها واكتمها يعني هو هيك هذا طبيعي زين. السؤال الثالث شخصيه هي تعرفها يعني قرايبها زين انت ما تحبها من صديقاتها اقربائها انت الله تختنق من عندها ما عندي هيك شيء بالعكس انا اصلا احب الخطار واحب يعني انا اصلا اجتماعي جدا يعني يعني يوم راح اسوي بينكم مشكله ما تصور صعب صدق صعب